ستارز بلاي سبورتس، الموطن الجديد للدوري الإيطالي. إيسي ميلان يستأنف مشوار السيريا آ بزيارة الجنوب ومواجهة سالرنيتانا. ميلان يهاجم عن طريق رافائيل لياو، يمر من المدافعين لياو لياو لياو، يواجه حارس المرمى أوتشوا الحارس الجديد على السيريا آ. مرة أخرى ميلان في الهجوم، تونالي يلعبها للياو لياو، يمر من أوتشوا هذه المرة والمرمى خالي. ميلان يسجل، لياو يسجل أول أهداف الميلان. مرة أخرى هذا لياو يقود هجمة يبعدها الدفاع، تصل إلى تونالي، يسدد تونالي، ترتد من أوتشوا. مرة أخرى دياز يعيدها إلى تونالي، وتونالي الهدف الثاني للميلان، هدف رائع وملعوب. ميلان يبحث عن تسجيل المزيد، وهذا لياو، لياو يعيد كرة بالكعب بطريقة رائعة لجيرو، أوتشوا يتصدى. ميلان يبحث عن المزيد من الأهداف، هذا سالي ميكرز يتقدم من اليمين، يحول الكرة إلى جيرو، الدفاع يتدخل. سالرنيتانا يحاول تقليص الفارق، هذا اللاعب سامبيا يسدد إلى خارج الملعب. من جديد هذه كرة عرضية وبوناتسولي يقلص الفارق، بوناتسولي يقلص الفارق لسالرنيتانا. نهاية المباراة وميلان يحقق انتصاره الأول في العام الجديد.